تعالوا نروح على مو صلاح. مو صلاح تم 30 سنة زي ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات. محمد صلاح بدون أي شك هو واحد من أبرز أيقونات الرياضة في العالم، بل هو واحد من أبرز الشخصيات العامة في العالم، مش بس في مجال الرياضة أو في مجال كرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر فيلم وثائقي عن مسيرة محمد صلاح باعتباره أسطورة. الفيلم جاي في إطار أنه الاتحاد الدولي بيحتفل بعيد عيد ميلاد محمد صلاح، العيد رقم 30. طبعا احنا عارفين محمد صلاح أحد نجوم منتخبنا الوطني الأبرز، وطبعا نجم ليفربول الإنجليزي برضه الأبرز ما شاء الله عليه. تم إنتاج فيلم وثائقي عن مسيرة محمد صلاح، وبداية من محمد في قرية نجريج في الغربية وصولا إلى العالمية. عايزين نفرجكم على برومو الفيلم ده. بس ما فيش حد عمل صدى وكان ليه تأثير مباشر على العدد ده من الناس بره مصر في رأيي زي صلاح. He is more than just a footballer. بعد محمد صلاح الدنيا اتغيرت. أول حاجة أنت مصري، الأهرامات، محمد صلاح. Like this guy is like Michael Jordan and Messi and Tiger Woods, like all at the same time. And it was like Prince or Beyonce were coming onto the pitch. 100 مليون واحد بره الاستاد في مصر بيحتفل. عايز يربي شعره بالشهور عشان يطوله. قدوة بكابتن محمد. World just can't get enough of Mo. كانوا الناس عادي يقولوا لي انت عارفه انت زي محمد صلاح في الكوره، فهم لما بيقولوا لي كده ببص قوي، لان هو برضه هو بينسباير كل الناس ان هي تحلم وان هي ممكن توصل لاعلى مستوى في العالم زي ما هو وصل. جوست عشان انا بحب الشخص دوت او متاثر بيه او هو قدوه بالنسبه لي. If I had to describe Mo Salah in one word, it would be humility. Hero. A spark for others. كفاح. Thank you for being an inspiration. The best footballer ever and the person that we admire so very much.